أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية إلى هذه الفقرة اللي هنتكلم فيها عن السياحة في مصر. مصر دايما ليها ميزة سياحية مختلفة عن كل دول العالم، في تقارير كتير بتتقال عنها، وتصدرت مصر قائمة أهم الدول والوجهات السياحية في العالم. ده طبعا بسبب تنوع المقاصد السياحية اللي بتتمتع بيها، وطبعا بتلبي رغبات جميع الزوار بدءا من عشاق الأثار والتاريخ، وكمان محبي المغامرات، وحتى كمان الناس اللي بيحبوا سياحة الشواطئ والطبيعة. في تقرير أخير، ولما بنقول تقرير أخير ده لأنه التقارير مستمرة اللي بتتكلم عن جمال وأهمية واختلاف وتميز السياحة في مصر. تقرير أخير لصحيفة الاندبندنت صنفت مصر ضمن أهم 8 وجهات سياحية في العالم، وده رقم يعني لما نقول من بين 8 وجهات سياحية في العالم مع هذا الكم من الدول وهذا الكم من المقاصد السياحية المتنوعة، ده بالتأكيد ليه معنى كبير جدا. مصر مهمة في هذا التقرير من ضمن 8 وجهات سياحية مهمة في العالم انه السائحين يقضوا فيها أجازة شتوية وكمان تكون مشمسة، وده جو طبعا مش متاح للجميع في مختلف دول العالم ولكن موجود في بعض الأماكن فقط. في مؤشرات كتير كمان بتبشر بموسم سياحي قوي، وده طبعا اللي احنا بنتمناه، وده كمان اللي القيادة السياسية والدولة بتعمل علشان تحققه. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها مشاهدينا خلال هذه الفقرة، فقرة استوديو هذا الصباح. بيشرفنا الخبير السياحي الأستاذ محمد فاروق. صباح الخير يا أستاذ محمد، منورنا دايما في هذا الصباح. صباح الخير يا زيارة، أهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك، سعداء بوجودك. وخلينا نتكلم أو ندخل في الموضوع على طول يا أستاذ محمد، لما نكون بنتكلم عن الوجهات السياحية الأفضل في العالم، مش فقط هذا الموسم ولكن بقالنا كذا سنة الحمد لله في التقارير العالمية، في الصحف، في كل ما هو مختص بالسياحة عالميا، مصر موجودة دايما كوجهات من ضمن العشرة الأوائل، واللي بترشح دايما كل سنة من أفضل الوجهات اللي الناس تروح لها. اندبندنت صحيفة ما بتجملش وصحيفة يعني كبيرة، فعايز أعرف من حضرتك قيمة أن هي تكون موجودة مصر ضمن أفضل 8 وجهات على مستوى العالم في الموسم الشتوي، وتأثير هذا الأمر على حجوزات بإذن الله في هذا الموسم. أولا هذا تقرير إيجابي جدا، خاصة ان احنا على وشك الذهاب لحضور معرض السياحة العالمي اللي بيتم في لندن من 3 ل 8 نوفمبر ان شاء الله القادم. فاما الصحيفة بهذا الحجم بتحط مصر من ضمن الوجهات، ده بيدينا دفعة كويسة جدا في هذا المعرض وعند عرض المنتج السياحي المصري على مستوى العالم. فدي كانت نقطة إيجابية جدا بمنتهى الأمانة، وكانت ساعدت جميع القطاع السياحي، ساعد بها جدا ان احنا نشوف هذا التقرير وان مصر من ضمن 8 وجهات، لان في محطات كتير جدا او وجهات سياحية تانية بتدفع كتير جدا عشان تتحط على هذا التراك يعني. فده الجزء الإيجابي اللي احنا خدناه من القطاع السياحي. اما هم بيحطوا حضرتك قلت هي ما بتجملش، وفعلا الانجليز ما بيجملوش، الناس لما بتكتب حاجة بتكتب حاجة حقيقية. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كان عندنا حادثة لسه يمكن الاسبوع اللي فات، شخص بريطاني سائح بريطاني جاي عايز يدفن رفات والدته في احد المعابد المصريه. فاكر ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ كل الاندبند يعني مسات بريطانيه عايزه تدفن في مصر. فهنا ده يوريك قد ايه مصر دوله ذات حضاره، قد ايه العالم كله بيحترم مصر، قد ايه العالم كله بيحترم حضاره مصر، قد ايه العالم كله عايز يشوف مصر وعايز يجي مصر. بالاضافه طبعا للمجهودات اللي تمت من الدوله الفتره السابقه، وحقيقه الاهتمام الغير عادي بالقطاع السياحي والتجهيزات اللوجستيه للقطاع السياحي اللي هي الحمد لله ظهرت للنور الفتره الاخيره، بالاضافه للتوسعات، بالاضافه للوصول وسائل النقل اللي وصلت للعديد من المقاصد السياحيه المصريه، والطرق وتسهيل الاجراءات لدخول السائح ووصول هذه المناطق. ده بيؤدي الى تاثير ايجابي مباشر الى وصول للارقام المستهدفه ان شاء الله، وسماح للعديد من الجنسيات انها تزور مصر بامان. طب قبل ما ننتقل من الحديث عن التقرير، كان ايضا في توصيه او حديث في التقرير انه السائحين البريطانيين يزوروا مدينه الغردقه ويستمتعوا بيها، اهميتها كمان بطبيعتها وتميزها وفكره ذكر مناطق بعينها خلال التقرير، وان يكون في توجيه انه روحوا الاماكن دي مميزه، التجربه هنا كانت مختلفه. ده كلام مظبوط حضرتك، ويضاف الى كلام حضرتك ان رجوع الطيران المباشر تاني من لندن الى الاقصر. احنا كنا فتره كبيره جدا كان الطيران المباشر واقف، فرجوع الطيران التجاري لمدينه الاقصر مره ثانيه، والغردقه طبعا الغردقه موجود، واضافه الاقصر عوده الاقصر مره ثانيه، ده تاثير ايجابي جدا بيدينا اتجاه قد ايه في اهتمام بالمقاصد السياحيه المصريه، سواء الغردقه او مرسى علم او
او الاقصر الى اخره. العديد من العناصر، وخلي بالك ان عوده طيران تجاري ده قرار تجاري، يعني ما فيهوش مكسب، بيحتسب مكسب وخساره صرف النظر عن العواطف يعني. بالظبط. فلو صانع قرار لشركه الطيران مش شايف ان هيبقى عنده عوائد استثماريه جيده انه يطير، مش هيتحرك الى الاقصر. صحيح. فده يوريك حجم الطلب اللي ظاهر على مصر. وكان ذكرها احد الوزراء السابقين للسياحه ان في طلب غير عادي على مصر مدفون، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نطلعه دلوقتي يطفو بقى. طبعا بنطلعه على حسب برضو قدراتنا على تحمل السائح، الغرق، الطاقه الفندقيه، طاقه الطيران، طاقه الخدمات اللي بتزيد كل يوم. كل يوم بتزيد بسرعه الصاروخ. الدوله بتعمل بسرعه جدا انها تزود الطاقه الفندقيه، الطاقه السياحيه، عشان تقدر تستقبل اكبر عدد من السياح. طيب في نفس الوقت زي ما حضرتك ذكرت المنافسة شديدة جدا في هذا السياق، سوق مفتوح، العالم كله بيحاول يجذب أكبر قدر ممكن من السائحين. مصر بتعمل إيه؟ إحنا كدولة خططنا السياحية بنروج إزاي للسياحة في مصر، وإزاي قدرنا إن إحنا الحمد لله السنة اللي فاتت نوصل لأكبر عدد من السائحين، السنة دي متوقع إن شاء الله كمان إن شاء الله نزيد عن هذا الرقم المحقق السنة الفاضلة إن شاء الله. الترويج طبعا بيتم بالعديد من الطرق زي ما ذكرنا سابقا. هي التطوير بيتم من عن طريق الوسائل الإلكترونية اللي هي الأحدث في الترويج، بالإضافة طبعا للمتواجد في جميع المعارض الدولية. مصر أصبحت بتستهدف العالم كله، يعني احنا متواجدين في الهند، في أسواق الهند، متواجدين في أسواق الصين، متواجدين في وكنا كان في زيادة في عدد الأيام في ألمانيا وفي شنغهاي خلال الفترة اللي فاتت، المعارض الخاصة بالسياحة كمان والحضارة المصرية. مظبوط. كان بيمدوا الأيام لأنه في إقبال. ده كلام حضرتك مظبوط. بالإضافة طبعا لسفرائنا من المومياوات المصرية اللي بتسافر تلف العالم، دي بتخلق عنصر مهم جدا من عناصر الترويج للمقصد السياحي المصري. اللي الحمد لله هو معروف بشكل ما للاجيال الصغيره والكبيره، يعني جميع الاعمار تعلم جيدا ما هي مصر وما هي طريق مصر، وبيدرس في المدارس عشان نبقى متفقين، من المدارس الابتدائيه يعني علم الايجيبتولوجي يعني موجود من المراحل الابتدائيه. فهي بقينا احنا نوصل لنقطه ان احنا الدوله حاليا بتستخدم جميع الوسائل الترويجيه سواء الالكترونيه او الفيزيكالز على مستوى المعارض وعلى مستوى الزيارات وعلى مستوى الفام تريبس او الرحلات تعريفية زي ما بنقولها احنا، او استجلاب البلوجرز واستجلاب اصحاب الشركات والوكالات السياحيه العالميه لزياره المقصد السياحي المصري، وتعريفه باحدث المناطق او احدث الانظمه اللي موجوده حاليا في مصر وتخدم قطاع السياحه المصري. تمام. طيب استاذ محمد، لما نيجي نقول انه التقارير بتكرر وبتشيد بمصر والتجربه المصريه بالنسبه لهم اكيد اختلفت بعد ما بيتم من جهد، وحضرتك قاعد بتتكلم عن ما يتم في قطاع السياحه خلال السنوات الاخيره، شايف ازاي هذه التقارير لما تيجي التجربه الجديده للسائح هتبقى بالنسبه له مختلفه؟ هو كمان هيمثل دعايه مختلفه، الاعمال اللي بتتم، تطوير المناطق الاثريه، الاهتمام طبعا بزياده الغرف الفندقيه وغيره، تجربته ازاي بقت مختلفه لو حضرتك يعني هتوصفها؟ خلي بالك حضرتك دلوقتي ان احنا حاليا يعني مستوى وزاره السياحه بنبعت حاليا لجميع السائحين اللي بيزوروا مصر كوشنير. رأيك في التجربة السياحية اللي انت مريت بيها في مصر؟ عظيم. على مستوى الجنسيات بجميع اللغات، يعني التقرير ده بكل اللغات، صيني وألماني وعربي وجميع اللغات، بتروح للسائح بتقول له لو سمحت اقرا ده وتاخد خمس دقايق وقول لي انت ايه رأي ده الحكومة. احنا مش بنتكلم في الشركات. فاحنا النهاردة الحمد لله الدولة بتدار بالفكر القطاع الخاص، معناها انها جاية فوكس، مهتمية جدا بالمنتج، مهتمية جدا برد الفعل من السائح وهو ماشي عشان تسمع منه المشاكل وتعالجها. طب ازاي بنضمن لو السائح جاي من غير يعني جاي هو في رحلة مستقلة مش تابع شركات سياحة انه يوصل لكل مقاصدنا؟ ده المستهدف قبل ما ياخد الفيدباك هو ده بقى المستهدف. يعني حاليا ده المستهدف. انا اقول لحضرتك بمنتهى الامانة، الفكر اللي كان داير على مستوى القطاع السياحي اخر 10 سنين، يمكن قبل اخر 10 سنين، هو الفكر ان انت لازم تيجي في جروب سياحي او منظم عن طريق وكالة سفر سياحة او الى اخره. العالم اتغير، العالم النهارده مفيش حد بيعمل الكلام ده، النهارده الناس بتحجز اونلاين، بتحجز في تطبيق بينزله اونلاين، بيحجز فندقه، بيحجز الترانسبورتيشن بتاعه، بيوصل المطار بيلاقي انترنت فري بيبتدي يستخدمه الى اخره، يوصل لجميع المقاصد السياحيه ويزور لوحده بنفسه، هو عايز يبقى اندبندنت. النهارده ده الكلام ده اصبح بيتم في مصر بشكل سلس جدا. النهارده بتقدر تحجزي اونلاين الفندق بتاعك، تقدر تحجزي رحلتك السياحيه اونلاين، تقدر تدفع في المقصد السياحي بالدفع الالكتروني، مش لازم يكون معاك عمله مصريه عشان تدفع الثمن، الزام تدفع بالكارت او بيزنس الكريدت كارد بتاعك او ديبت كارد بتاعك. كل التطورات اللي بتحديثات اللي بتتم دي النهارده عشان نوصل للسائح اللي هيمشي في الشارع
لوحده. اه بس يمكن النقطه كمان يا باسم لو تشاركنا في الموضوع فكره انه يكون في تطبيق مجمع كل المقاصد السياحيه على مختلف المحافظات، ازاي انت تستكشف المناطق دي حتى لو ده موجود احنا بنعمله اونلاين او يقدر السائح يوصله، ولكن فكره ان احنا نجمعه هو تجاريا موجود. اذا اقول لحضرتك حاجه، انت مفروض بتعملي يعني انت كدوله ليكي دور والقطاع التجاري ليه دور سواء كان محلي او دولي. فازاي تزور مصر وازاي تمشي جوه مصر، في تطبيقات كتيره جدا بتقول الكلام ده دوليه مش محليه بس. صحيح. على جوجل ايام بس لما اتكلم عن نفسي وعن عن الاماكن بتاعتي ده بيفرق بالتاكيد. اكيد طبعا زي ما حضرتك ذكرت يعني هو موجود ودايما كل شويه في تطبيقات جديده وصفحات الكترونيه جديده جامعه لكل هذه الوجهات السياحيه المختلفه في مصر، زي ما حضرتك بتقول برضو علشان نصل اللي هو زي السائح يجي لو عايز يجي منفردا يقدر يحصل على تجربه. لازم نوصل الهدف ده باسم، لان الوصول الباسم ده هو نجاح في حد ذاته لقطاع السياحه المصري، انك تخلي السائح يمشي في الشارع لوحده. بالتاكيد. طيب يعني احنا للاسف الوقت داهمنا استاذ محمد، وكنا حابين ان احنا نعرف تفاصيل اكثر مع حضرتك، كنا عايزين نروح للاسكندريه والقلعه قايتباي وعرض جديد لصوت وضوء المبهر والجميل الحقيقه موجود هناك، ولكن هنكتفي بهذا القدر استاذ محمد زي ما ذكرنا، وشرفتنا وسعدنا فعلا بوجودك الاستاذ محمد فاروق الخبير السياحي، شكرا ليك على وجودك معنا النهارده. شكرا لك استاذ محمد، نورتنا في هذا الصباح، وبشكرك يا باسم، كنت سعيده جدا ان انا بشاركك تقديم حلقه النهارده من هذا الصباح. انا كمان أشكرك يا يارا وتحياتي ليكي، وطبعا الشكر لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. شكرا ليك ومشاهدينا، بنشكر لحضراتكم طيب المتابعة خلال حلقة النهاردة، بكرة بإذن الله في 8 صباحا حلقة جديدة من هذا الصباح على شاشة إكسترا نيوز، بتمنى لحضراتكم يوم سعيد وكله خير.